حقق مشروع قضاة المستقبل بنسخته الأولى والثانية مخرجات كبيرة انعكست بشكل إيجابي في الارتقاء بالمنظومة القضائية وتطوير العمل القضائي من خلال رؤية واضحة لأهداف وطموحات تسعى السلطة القضائية لتحقيقها لمستقبل القضاء في البحرين. وبناء على النجاح في النسختين الماضيتين، تم تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء للبدء في إعداد نسخة جديدة من مشروع قضاة المستقبل في القضاء الشرعي. يجسد مشروع قضاة المستقبل مدى الاهتمام والدعم والمساندة الذي يوليه المجلس الأعلى للقضاء من أجل النهوض والارتقاء بمستوى أداء المنظومة القضائية بوجه عام وإعداد كوادر بحرينية مؤهلة قادرة على تعزيز نزاهة السلطة القضائية في المملكة. ويهدف مشروع قضاة المستقبل الذي انطلق في عام 2014 بمبادرة وفكر بناء من المجلس الأعلى للقضاء، يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية، حيث يعد المشروع رافدا للجهاز القضائي بالقضاة المؤهلين والمتميزين، كما يسعى إلى تطبيق أعلى المعايير الدولية ليصل إلى منصة القضاء الأجدر بهذا المنصب، فضلا عن سرعة الفصل في الدعاوى واستقطاب الكفاءات القانونية من أجل إعدادهم لتولي الوظائف القضائية وفق أسس ومعايير شفافة وموضوعية، ليكونوا قضاة يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة القانونية والمهنية. النجاح الذي حققه مشروع قضاة المستقبل بنسختيه الأولى والثانية توج بجهود مثمرة لمشاريع مستقبلية قادمة، منها مشروع قضاة المستقبل للقضاء الشرعي أسوة بالقضاء المدني، وذلك لمواصلة البناء على الإنجازات التي تحققت في السلك القضائي.